مرحبا بكم في قناتنا My Barbie World. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. والآن استمتعوا بالحلقة. مرحبا يا جماعة، الآن أنا أصور وأن هذه كلير تتسبح مع تشارلز مع موزة، وهي ستيفاني أنها تهجم على الطعام كما ترون هناك. أو لحظة، أنها لا تظهر في الكاميرا. انتظروا قليلا، سوف أقرب. هكذا أفضل. ها هي ستيفاني، انظروا إليها. هاي لا تصورني وأنا أكل. أو حسنا، لا نزعجها الآن. وهذا عمي جورج. عمي جورج قل مرحبا. مرحبا. وهذا صديقي تود. مرحبا. ها. حسنا، أما الآن سوف نستمتع. أو لا. هذا الشيء الذي يلمع هناك، دعني أكتشف. كلير، إلى أين أنت ذاهبة؟ إلى الحمام. حسنا. والآن تشيلسي، أخبرينا كيف تشعرين؟ ما هذا؟ واو! انظر إلى العد وجدت، هذه جوهرة. كلير، إنه حقا لامع. نعم، انظري. واو كلير، انه حقا جميل. اين وجدتيه؟ قد وجدته في الرمل. حقا؟ نعم. سأهلك ابحث. ها، انتظريني يا تشيلسي. عمي كلير ارقص. انظر. ها، انها جوهره. اوه يا الهي. إنه حقا جميل. لقد وجدته في الرمل. أوه يا إلهي يا كلير، يمكن مين أخذه لي؟ ليس هنا. لا أريده، هذا أريد. هذا؟ بليز أعطيني أرجوك. لا أحب المجوهرات هذه اللامعة. هذه كلير، إنها بخيلة. بعد بخيلة أنت. عمي جورج ويا صديقي تود، انظروا إلى كلير ماذا لقد حصلت. بسرعة كلير، انظر. هذا يبدو مزيف، إنه ليس حقيقي يا كلير. ها؟ أبي انظر. أين وجدتيه؟ في الرمل. ما لامع يلمع هنا. ربما يكون حقيقي، لا أعرف. أو لقد انتهى الأمر، إنه لي الآن. لا أبي. لا كلير، إنه لي. لا، لقد أمسكت أولي. أو أين كنت يا تود؟ أو نعم، وعندما دخلت إلى الكهف كان هناك صوت. ما هو الصوت؟ تود. ماذا بك يا تود؟ إنني أفكر بجوهرة كلير، كيف أحصل عليها؟ لماذا؟ إنها مزيفة ورخيصة. لا يا عمي جورج، إنها ليست رخيصة ولا مزيفة، إنها حقيقية. ماذا؟ بالتو تقول رخيصة ومزيفة؟ نعم، لكن عندما حصلت على نظرة أقرب لقد تأكدت من أنها حقيقية. كيف عرفت؟ أو كان لدي صديق أنه عالم فخور، يعني هكذا. ماذا؟ ولا مرة كان تدري عنه. أها، حتى أبي ليس سرقني. كلير، ماذا بك؟ لا شيء. أخبر كلير أن هذه جوهرة سحرية. كلير، هل أنت بخير؟ نعم. فقط لقد وقعت هنا. حسن، أنا سأريك يا أبي. هذه كلير تفعل لكم رقصة مميزة. أو نعم. لقد تعبت
وأنا أكثر. هل قد حصلت عليها؟ لا، لكن تشيلسي لقد عضها سلطعون. تشيلسي هل أنت بخير الآن؟ نعم، سوف نذهب إلى القعدة عند باربي. حسنا. انظري باربي هنا في الأسفل. أوه يا إلهي، بل باربي انظري ما لقد وجدت. ابتعدي يا كلير، أنني أتابع فيلم. باربي لقد عضني سلطعون. تشيلسي اذهبي عند أمي، أنني لست فارغة. حسنا. أخ لقد تعبت يا تشيلسي وأنا أحملك. موزر لماذا تحملين تشيلسي؟ لقد عضها سلطعون على قدميها. ماذا؟ هي سوف نذهب عند أمي، أعطيني تشيلسي. شكرا يا موزر. سأشلها وسأعطيها. أنت ذهبي للعب. حسنا. واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة. مرحبا أمي. مرحبا عزيزتي. أمي تشيلسي قد أضل سلطعون. أعطيني تشيلسي. أوه يا عزيزتي، تعالي عزيزتي، سوف أذهب لكي أضع لك مرهم. أمي التمرين. لاحقا يا ستيسي. أذهب يا تشيلسي. أوه لقد لدغها، أقصد لقد قرصها سلطعون. لماذا ذهبتي أصلا؟ ذهبت لكي أبحث عن حجر كريم مثل كلير، لأن هي لقد وجدت شيئا سمين وأنا أريد ذلك. ماذا؟ حجر كريم وكلير؟ هذا حقا غريب، تعالي اشرحي لي الأمر. يا تشيلسي المرة القادمة انتبهي، هي سوف أضع لك هذا المرهم. لن تخبريني عن قصة كلير، أخبريني. إن كلير عندما كلير تعالي قليلا. حسنا. لا كلير، أعطيني جوهرتك قليلا. تنظريها قليلا. إنها حقا جميلة. هذا جاتها في الرمل. حسنا إذن خذيها. هذا جتا، أظن هي جوهرة. حسنا سوف أجلب مختصة في علم الصخور، سوف أتصل بها الآن، إنها صديقتي. هناك الكثير من المشاكل ولكن أنا لدي الحل. هاي من أنت؟ ما الذي أدخلك إلى هنا؟ مارغريت قالت أن أتي إليها. من أنت؟ إنني المستكشفة. مستكشفة؟ حسنا، أنا ليس لدي علاقة بالاستكشاف ولا من هذه الأشياء، وداعا. مرحبا، من أنت؟ أيتها الطفلة الصغيرة، إنني المستكشفة. هل تعرفين جوهرة؟ نعم، إنني عالمة صخور. اسمي سكار، أقصد ثمر. ما اسمك؟ كلير، عمري 7. لم أسأل عن عمرك. لكن حتى لو يجب أن أخبرك. حسنا، لماذا لا أحد يفتح الباب في هذا البيت؟ هل يمكنك أن تفتحين الباب؟ إنني كلير و... إنه مفتوح. حسنا ندخل. أدخلوا. نارين مستكشفة. مرحبا، إنني مستكشفة سمر. إنني صديقة مارغريت. أين مارغريت؟ إنها في غرفة النوم. حسنا، إنه الطابق الثاني أم الثالث؟ إنها الطابق الثاني. حسنا. يا فتاة، انظري، كل أحد يأتي إلى منزلكم غريب الأطوار، ويعني أنت منهم؟ باستثنائي. يا إلهي. حسنا، إذن هي، دعينا نكمل مشاهدة الفيلم. يمكن الدخول يا أستاذة؟ نعم، أدخلي. حسنا. مرحبا سمر. مرحبا، ما تريدين؟ بماذا تحتاجوني؟ إننا نريدك بأن ترين هذه الجوهرة. كلير أعطيها هذه.
حقا جميل. هذه الألماس التي كل أحد يتكلم عنها وابحث عنها أيضا. إنها سحرية. سحرية؟ يلا حظك السعيد يا كلير. يلا حظك السعيد يا كلير. أمي إنها تقول إنها سحرية. نعم كلير جربي تبنى أمنية. تبنى انتظر علي ملابس. كلير انظري لنفسك في المرآة. أو يا إلهي تشارلز أغمي عليها من الصدمة. تشارلز تشارلز كلير يمكنني أن أتمنى. أوه لا 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 يا أيتها الفتاة ماذا اسمك؟ تشارلز. فقط يمكن الذي حصل عليها أن يتمنى فيها. لا إذا كلير تمنيت أمنية لي. أتمنى أن تشفي تشارلز من هذا الصدعون. يمكنني المشي. أوه يا إلهي حقا من الضروري أن أجرب هذه الجبهة. هيا موزس تبني لقد فاتكم نصف عمركم. تعال بسرعة. لم يغضني لقد استمتعت بالطعام. أوه لا هيا بسرعة تعالوا إن كلير لديها جوهرة سحرية ولن الآن أستطيع المشي. هل تشيلسي لقد فقدت عقلها؟ يبدو أنك على حق يا طود. اسمع تشيلسي ما تقول. أو نعم قلت لك. والآن يا تشيلسي لماذا أنت حقا مسرعة؟ من الآن نلحق بتشيلسي. ما هذا؟ إنها الجوهرة السحرية التي حصلت عليها اليوم؟ نعم انظروا. أتمنى أن أكون أميرة. كلير لديها تاج. نعم لكن إذا لديها تاج لا يعني أن هي أميرة. أو نعم صحيح لكن أنني أميرة الآن ليس فقط بالتاج. كلير هل يمكننا أن نجرب؟ أنا أريد كلب وأنا أريد ماذا أريد؟ دبدوب. أعطي ستيفاني دبدوب. شكرا. أتمنى أن موزة يصبح لها كلب. شكرا يا كلير. عفوا. إنه حقا جميل. أوه لقد انتهى عملي هنا مع السلامة. أوه نعم أوه نعم. أوه مرحبا كلير. ماذا الذي في يدك يا كلير؟ هذه جوهرة سحرية. جوهرة سحرية؟ نعم تسولنا عليها فقط الذي لقد حصل. أتمنى لي شيء؟ حسنا ساعة أتمنى أن تكون عندي قرد. ماذا؟ تعنين أنني قرد؟ أيمكنك أن تتمنين لي شيء؟ تمني لي مشروب أناناس أرجوك. حسنا أتمنى أن دانا يصبح لها عصير الأناناس. شكرا كلير. عفوا. أو نعم يبدو أنك سوف تعيشين في نعيم يا كلير مع هذا الشيء. كيف يمكنني سرقته؟ أو تفكرين كيف؟ هذا شيء سرقتها. أخيرا وجدتك يا كلير. وهذه كلير مع الجوهر. لا مشكلة يا جماعة الآن أنا سوف أصور بنفسي. الآن نحن ماذا نفعل؟ إننا في اجتماع هام لكي نسرق جوهرة كلير. نعم لا يمكن لطفلة أن تحصل على حجرة ثمينة كهذه. نعم يجب علينا أن نأخذها. أنا متفقة وأنا أيضا متفقة وأنا أيضا متفقة.